نيهاما يرفض المشاركة مع حزب الحرية في أي ائتلاف حكومي في المستقبل. البرلمان الأوروبي ينتقد فيتو النمسا ضد انضمام رومانيا وبلغاريا إلى شنغن. النمسا مستمرة في استيراد الغاز الروسي رغم العقوبات الأوروبية. ارتفاع حالات الإفلاس في النمسا بنسبة 13% في النصف الأول من العام. براءة سوري من تهمة التسبب في وفاة صديقته في مأوى للمشردين في فيينا. اعتقال 13 شابا من النمسا وسوريا باعوا مخدرات بأكثر من 2 مليون يورو. والعواصف تتسبب في خسائر تقدر بأكثر من 2.5 مليون يورو. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. جدد المستشار النمساوي كان نيهاما تصريحه بأن الأحزاب اليمينية في البلاد تمثل خطرا كبيرا على الأمن القومي، مشيرا إلى أنه لن يشارك معها في أي ائتلاف حكومي في المستقبل. وأضاف نيهاما أن حزب الحرية بقيادة هيربرت كيكل ليس شريكا للتفاوض موثوقا به حتى وإن نجح حزبه في الانتخابات المحلية. وأوضح المستشار أنه لا يمكن قبول الموقف السلبي من أي حزب تجاه انضمام النمسا إلى نظام الحماية الصاروخي الأوروبي سكاي شيلد. انتقد البرلمان الأوروبي فيتو النمسا ضد انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن معتمدا قرارا غير ملزما قانونيا. وأعرب فيه النواب الأوروبيون عن استيائهم من الحجج التي استخدمتها النمسا لرفض انضمامهم، وأكدت وكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس أن رومانيا وبلغاريا ليستا مسارا للهجرة إلى باقي مناطق شنغن وفقا للبيانات الإحصائية. وطالب البرلمان الدول الأعضاء بالاتفاق على انضمامهم بحلول نهاية العام، فيما أعربت الحكومة النمساوية عن استيائها من القرار. تستمر النمسا في استيراد الغاز الروسي بأقصى طاقتها على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وقد زادت النمسا وارداتها من الغاز الروسي بنسبة 80% في يناير، وتواصل استيراد نفس الكمية من الغاز الروسي كما كانت قبل الغزو. وتبرر النمسا موقفها بالقول بأنها بحاجة إلى الغاز الروسي للحفاظ على أمن إمداداتها بالطاقة، ومع ذلك انتقدت دول أوروبية موقف النمسا قائلة أنها تساعد روسيا في تمويل حربها في أوكرانيا. سجلت النمسا 8176 حالة إفلاس في النصف الأول لهذا العام بزيادة قدرها 13% عن العام السابق 2022. وكان السبب الأكثر شيوعاً للإفلاس هو الخطأ الشخصي يليه المبالغة المستمرة في تقدير أداء الفرد والعمل الحر السابق. وأوضح تقرير هيئة الإفلاس أن أزمة كورونا لم يكن لها أي تأثير على عدد حالات الإفلاس، ومع ذلك فإن ارتفاع الأسعار والتضخم يؤدي إلى زيادة حالات الإفلاس في المستقبل. أعلنت شرطة فيينا براءة شاب سوري من تهمة التسبب في وفاة صديقته في مأوى للمشردين بعد أن تبين أن سبب الوفاة هو جرعة مخدرات زائدة. وكان قد عثر على المرأة ميتة في مأوى للمشردين في فيينا، واعتقل صديقها السوري بتهمة القتل، لكن تم الإفراج عنه بعد ذلك بسبب عدم وجود دليل على حدوث جريمة قتل. واعترف السوري بأنه كان قد تشاجر مع صديقته لكنه نفى قتلها. وبعد تشريح للجثة تبين أن المرأة ماتت بسبب سكتة قلبية نتيجة المخدرات، وقد تم الإفراج عن السوري من السجن. ألقت الشرطة النمساوية القبض على 13 تاجر مخدرات في سالسبورغ يوم الأربعاء. ويزعم أن المجموعة باعت مخدرات بأكثر من 2 مليون يورو، بما في ذلك 200 كيلوغرام من المارجوانا و2 كيلوغرام سبيدو وكيلوغرام من الكوكايين، وكان غالبية المشتبه بهم قاصرين ومعظمهم نمساويين وبعضهم مهاجرين وأحدهم من سوريا. ولا تزال التحقيقات جارية والشرطة تبحث عن مشتبه بهم آخرين. استمرت العواصف الشديدة بضرب العديد من المناطق ليلة الخميس، مما أدى إلى أضرار في الممتلكات وقطع الكهرباء عن آلاف المنازل.
وتأثرت كيرنتن وسالسبورغ والنمسا العليا وبرج اللاند بشكل خاص، حيث اقتلعت الأشجار وسقطت في الشوارع وتضررت السيارات والمباني وخطوط الكهرباء، وتسببت العواصف أيضا في أضرار جسيمة في الزراعة، وقدرت الخسائر بأكثر من 2.5 مليون يورو. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.